السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديد، وكنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا كيكة بالكونفيتور ديال البرقوق اللي صوبتوا معكم المرة اللي فاتت. كنتمنى تعجبكم وتبقوا معايا حتى الأخير. يلا نبدأ على بركة الله. كناخدوا واحد الإناء، كنهرسوا فيه 5 البيضات. غادي تقولوا لي علاش كتهرسيهم كلهم في بول واحد؟ هرسي بوحده بوحده في زلافه عاد ارميهم، حيت انا متاكده بانهم طريين. كنضيف ليها كاس ما كاملش ديال سنيده، كاس ديال الحليب، وكنت درت كاس ديال الزيت وما بانش في التصوير. جوج اكياس ديال الفانيلا، وكنخلط كل شيء حتى يذوب السكر. قبل ما نكملو ما تنساوش الا كتعجبكم القناة تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب باش تشجعوني على الاستمرار، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش وقت ما درت شي فيديو توصلوا به. القناة كنحاول ديما انني نجيب لكم وصفات سهلة وبسيطة وتكون الثمن ديالها في متناول الجميع، والله يقدرني على الاستمرار ولو ان المشاهدات قليلة بزاف. وفي الاخير كنزيدو الدقيق الابيض، والكمية اللي كنديرها كتوقف على الجودة ديالو والنوعية ديالو. الاهم انني غادي نستمر في الاضافة حتى يبان لكم القوام اللي غادي نوصل ليه. وكنضيف 3 د الخمارات. علاش 3 د الخمارات كلها؟ لان الكمية كبيرة، وكذلك لان المول ديالي كبير. كنخلط تاني حتى يتجانسوا جميع المكونات وتولي عندي عجينة ملسة. ما ديروش بحالي، ضيفوا الفرن صغير بشويه بشويه باش تغلبوا عليه. وهذا هو القوام اللي خاص يكون عليها الخليط ديالي. الا هزيت الفوي كيبقى العجينه مطراسيه واحد شويه، ما مرخوفه بزاف ما ثقيله. دابا كناخد المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، كندير نصف الكمية ديال الخليط، كنسرحها في المول كله، كناخد الكونفيتور ديال البرقوق اللي وجدناه في الفيديو اللي فات. شوفوا معايا اللون ديالو شحال زوين. كندير واحد الخطيط في الوسط، كنغطيه بالكميه اللي بقات ليا ديال خليط الكيك. بالنسبه لطريقه الطهي، كنسخن الفران ونقص عليه العافيه وندير فيها الكيكه ديالي لمده 30 دقيقه. كنجرب بالموس، الا خرج ليا نقي كنطفي عليها. في بعض الخطرات كنسى ما كنسخنوش من قبل، كنديرو في فرن بارد، كنخلي العافيه مجهده حتى يسخن ونقص عليها. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. كندهنوا بشويه ديال الكونفيتور من الفوق ولا الناباج، وكنزينوا بالكوك. غادي نقطع لكم واحد الطرف منه باش تشوفوا كيف جات من الداخل. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. وبالصحه والراحه مسبقا، وخليتكم على خير وبدوام الصحة حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.